فقدان 4 أفراد بقوى الأمن الداخلي لحياتهم بقصف مسيرة تركية في قامشلي شمال شرق سوريا. الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا تؤكد أن هجوم الاحتلال التركي ينسجم مع نشاط تنظيم داعش الإرهابي. مقتل مستشار في الحرس الثوري الإيراني في هجوم إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق. فصائل عراقية تابعة لإيران تستهدف القوات الأمريكية في قاعدة حقل العمر شرقي سوريا. ارتفاع حصيلة الضحايا في غزة إلى أكثر من 27,000 قتيل. مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يعلن قرب إطلاق الأسطول الأوروبي في البحر الأحمر. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 4 شركات مرتبطة ببرنامج إيران للصواريخ والطائرات المسيرة.